الصابيط احسن بحر، احسن بحر في المحمديه هو الصابيط. بالنسبه للناس اللي وسخوا الصابيط هما دوك العائلات اللي كيجيبوا البطاق، اللي اصحاب لي زاروا اصحاب دوك اللي طونشاز اصحاب القاطن خاصهم يمشيو للموسم الغابه الصخر، هذاك هو البلايص ديال البوطه والبطاطا في النقيب. كاين اللي كيجيب مع هاد اللاعق كيحطها كيقرد كياكل كيلو واحد الزبل، كيلو واحد الزبل ماشي معقول هادشي هذا، فهمتي؟ خاصهم ماشي مسؤولين الناس يهضروا معاهم، اللي جايب معاه شي حاجه يداه يمشي للصخر، يمشي للصخر دلاع ياكلوا في الصخر، بطاطا يقردها في الصخر. اما الرمله الناس راه كتجي كتبغي تريح تبرونزا كتبغي فهمتي، كيبغيو بنادم يشوف بحار ماشي كيبغي يشوف لي زار. وهادي واحد كاين واحد راه كيبدا يشوي او شوا واحد البارح كيشوي شاد كيجي قطبان وكيشوي المجمر، والله